وش قاعدة تسوين يا ريفان؟ شوفت عينك، قاعدة أقرأ كتاب جدا مشوق، وإن شاء الله اليوم أخلصه. تخرين كتاب؟ أنت ما تملين من هذه الكتب؟ أنا مليت وتراني طفشت مرة. أنا أتململ من الكتب؟ لا لا يا حبيبتي، أنا ما أتململ من الكتب، من كثر حبي للكتب ودي يصير كل عمري كتب. هذه جملة أي شاعر يا حبيبتي. أقول لا تعصبيني أنتي وأنتي وكتبك هذه، خليك في حالك. وأنا بعد مشغولة ومني فاضيت لك، أبي أخلص هذا الكتاب اليوم إن شاء الله. ودي أعرف وش تستفيدي من القراءة هذه؟ لو حبيت الكتب وتعلقتي فيها ما راح تتركيها أبداً، لا في سفر ولا في حذر. وع ما بي أصلاً أعرف سيرة الكتب، وعاد الحين لو تعطوني مليون ريال استحالة أقرأ كتب. ثانياً أنا ما صدقت إني أخلص دراسة الدراسة. طيب أنتي لو إنك تتركين هذا الأيباد كان عرفتي إن الكتب جميلة. أقول خليني ألعب لحالي. استغفر الله، وش قاعدة تسوين يا الجوري؟ قاعدة ألعب على أيبادي يا ماما، أنا أصلا ما صدقت خلصت مذاكرة وقاعدة ألعب شوي. أنتي ما تملين من هذه الألعاب؟ بعدين كم مرة أقول لك هذه الحياة فيها أشياء أهم من الألعاب، مو طول حياتك على هالجهاز. يا ماما يا حبيبتي، أنا خلصت دراستي وحليت واجباتي، وش أقعد أسوي؟ مثلاً اقرأي كتاب مثل أختك ريفان، أو سوي شيء مفيد بدل عيونك ما تأذيك من كثر ما تناظرين هالجهاز. أقرأ كتاب؟ وش راح أستفيد من قراءة الكتب؟ أنا إلى الآن مو مصدقة أني خلصت الدراسة. ما تعرفين وش راح تستفيدين من هذه الكتب، فيها كل الفوائد وكل الأشياء اللي أنت تحبينها. قولي لها يا ماما، عجزت أفهمها، لي ساعة أقول لها الكتب حلوة، الكتب حلوة والقراءة نعمة من نعم الله، بس ذي ما تفهم. ما جاوبتي على سؤالي يا ماما، وش فائدة قراءة الكتب؟ أول شيء أشياء كثير مرة، منها إنها بتحسن مستوى قراءتك وبتكونين مثقفة وبتخليك بنت واعية وفاهمة، وبعد بتكونين من البنات المثقفين وبتحسن مستوى دراستك. يا ماما أنا أشوف اللي يقرأ الكتب إنه معقد، وترى عندك آبة اللي يقرأ الكتب هذه. مين قال لك يا بنتي؟ ومين قال لك؟ من وين جبتي هالمعلومة؟ أول شيء هذه أختك ريفان طول حياتها على هالكتب ولا جاها شيء الحمد لله. أنا أصلاً أشوف دايماً أختي ريفان ما تلعب ولا تسوي ولا شيء، طول الوقت منكبة على الكتب، تحديداً لما ترجع من المدرسة كتب كتب. يا حبيبتي مثل ما أنتي تستمتعين في الألعاب هذه حقتك والأيباد، أنا أستمتع بقراءة الكتب. ها 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 ها، لا تسوي نفسك مثقفة، ترى معلوماتنا أنا وياك نفس الشيء، وثقافتي مثل ثقافتك. ما أظن الإنسان القارئ والمثقف يختلف عن الإنسان اللي ما عمره فتح كتاب. يعني يختلف في إيش يا ماما؟ يعني يختلف طباع الكلام وأسلوبه مع الآخرين وطريقة تعامله، بعد تحسين كذا أن عنده ثقة بنفسه وثقافة وشخص مثقف. لكن يا ماما إلى الآن ما يكفي أني تقول أحمد ربي أني خلصت المذاكرة، تحديدا كتاب اللغتي. أقول عاد قومي يفتح البنت خالتك ألين توها تجي. تعالي حياك الله يا ألين. السلام عليكم جميعا، كيفك خالتي؟ الحمد لله بخير، انت كيفك يا ألين؟ طيب الحمد لله. شفت الاستراتيجية حقتي يا بنات؟ ها؟ وش معنى استراتيجية؟ ايش يعني ايش 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 الرئيسية؟ استراتيجية يعني أسلوب حياة أو الخطة اللي الشخص يبي يمشي عليها عشان يوصل للهدف. إيه المهم، ذكرت أمس قريت كتاب اسمه فوبيا الإلقاء، وكان مرة حلو استفدت منه الكثير. ها؟
وين حصلتي هذا الكتاب يا ألين لمدة أدور عنه؟ وش يعني لبي الاختبارات؟ مو لوبيا، فوبيا، فوبيا الإلقاء يا بنتي. فوبيا يعني الخوف القوي من شيء معين، مثل إنك تتكلمين قدام ناس مرة كثير، مثل اللي عنده رهاب اجتماعي كذا. يا الجوري يا جماعة، يا تتكلمون صح لغة العرب الأصليين ولا أقوم أترككم هنا لحالكم، تراني طفشت من هذه اللغة اللي ما أعرف أتكلمها. شفتي كيف يا بنتي؟ الشخص اللي يقرأ ويطلع فرق عن الشخص اللي ما يقرأ ولا عمره فتح كتاب، يخليك تفهمين كلام الناس وتفهمين على حوارهم. قتل كذا يا ريفان، وين الكتب حقتك؟ احتاجها شوي. وش راح تسوين فيها يا الجوري؟ ترى كلها في غرفتي وغالي على قلبي، مستحيل اعطيك. لا 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 تخافين، ما راح اكلها في بطني، بس ابيها احفظها سطر ورا سطر ورا سطر عشان افهم لغتكم هذه. أقول روحوا فاصل، خلوني أروح أقرأ الكتب هذه سطر ورا سطر. يلا مع السلامة.